طب تعالى بقى ناخد مداخلة بقى مع رجل القانون. أنا هقول لك بقى نعمل إيه، ما خلاص إحنا ما قدمناش حاجة، إحنا هنتصرف. معانا مداخلة مع رجل القانون أستاذ عبد الغني السماحي المحامي بالنقد. مساء الفل. إزاي حضرتك يا أستاذ عبد الغني؟ أخبارك كله إيه؟ كله تمام والله الحمد لله. والنهاردة محتاجينك في قصة حقيقية، أخبارك إيه؟ اتفضلي يا فندم. ربنا يسعدك وعلى راسي. أنا عايز أعرف بقى إيه عقوبة الأب اللي بيضرب ابنه أو بيحاول إنه يخنقه؟ هل في القانون في حاجة اسمها ما ينفعش تضرب ابنك؟ ولا ده بتاعي اعمل فيه اللي انا عايزه، انا اللي مخلفه؟ الموضوع لو وصل لضرب وايذاء وكده بتتحول لجنحه عاديه. جنحه ضرب يعني اقصى عقوبه فيها 3 سنوات. طب مين اللي بيقدمها بقى في الاب؟ يعني اقصى ما فيها 3 سنوات، انا اجرؤ اقول ان ابويا ضربني او حد يجرؤ يقول ان ابويا ضربني؟ طبعا. ازاي؟ هو الطفل نفسه ممكن يقدم بلاغ او حد. وهل القانون هياخد براي طفل ما عداش ال 10 سنين مثلا؟ لو في شهود للواقعه طبعا ياخد براي طفل. مين الشهود اللي يبقوا في الواقعة؟ الأم، أحد الجيران، أحد الأقارب. حتى لو مرات الأب ممكن يتاخد بكلامه؟ طبعا. أجيب الدليل إزاي لو هو اتضرب وما عنديش دليل؟ ما فيش كاميرات في البيت، ما فيش حاجة، وفيش بصمات، يعني ممكن يكون أب ذكي بيضرب من غير ما يزرع جسمه زي ما بيقولوا. في قواعد معينة عشان الجريمة تثبت أو يتم نفي الجريمة. إيه هي بقى يا فندم؟ الشهود بالذات وقائع الضرب والإيذاء والكلام ده بيتم الارتكان فيها لشهاده الشهود. وطبعا بعد كده بيكون في حاجه اسمها تحريات المباحث، بعد ما بيتم الابلاغ عن الوقائع في تحريات مباحث بتحصل بتثبت الواقعه او بتنفيها. هو لازم يعملوا عاهه مستديمه؟ لا عشان طبعاً ابدا بقى اخد خطوات. موضوع الضرب نفسه غير ادمي، يعني غير ادمي ومجرم، يعني هو اصلا طالما هو ضرب حد حتى لو مش ابنه فهو مجرم. امتى القانون ياخد من الاب الطفل ده حتى لو كان في حاجه لمساعده الاطفال او امتى ياخد؟ مصر طبعا موقعه على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وموقعه على اتفاقيه حقوق الطفل، والمفروض الاتفاقيات اللي احنا بنوقع عليها في مصر وبيتم التصديق عليها في مصر بتسري مصر القانون المصري. المفروض ان هو بتدخل في النسيج التشريعي المصري وبتنفذ زي القوانين المصريه بالظبط. لو يعرفوا محامي او لجأوا لحضرتك او حضرتك طبعا ايه هتساعد معانا، وانا عارف طبعا طبعا انا تحت امرك، انت عارف حضرتك انا ما بتاخرش عنك. على راسي ونورتني وتسلم لي يا استاذ عبد الغني. ميرسي جدا، بشكر حضرتك. ميرسي يا استاذ عبد الغني.